استثناء عادي، وسنة الحياة هي هذه ضروري كتلقى الأخيار والأشرار، ولكن يكفيني الأخيار والأشرار. ما أنا ما مجهود درناه الحمد لله في ذاك الماستر، ورمزية ديال الماستر اللي ما فهموش الناس هذوك القلة الذين لا يستحقون الانتباه لهم، ولكن ما دام بغيتي هي رمزية الماستر. من أين تأتي هذه الرمزية؟ كونها جاءت من تجربة أليمة. هذا هو الناس كاملين كيدوزوا الماستر وكيدوزوا الدكتوراه، ماشي تما اللي عين مشكل. المشكل هو أن واحد الإنسان زج به في ملف يشكل أكبر شوهة عالمية ومس خطير بسمعة المحاكم المغربية، ويبقى وصمة عار على جبين كل من هندس وفبرك واتصل. وهذه الجريمة النكراء في حق المملكة المغربية لعنوانها الدبابات لن تمحوها لا متابعة وهبي، ولا يمحوها لا تشهير، والله لن يمحوها، ولا يمحوها حتى الإعدام ديالي. ستبقى وصمة عار، سجل يا تاريخ، مثل ما سيبقى وصمة عار دخول مثلي سب جلالة الملك وسب الوطن وسب المغاربة. وهنا مربط فراس كنأدي فاتورة على المثلي، باش بزاف الناس كيبغيو يفهموا شنو واقع ليا من التشهير. المثلي عندما دخل إلى المغرب، أنا ما كنقولش أنا هو، أنا صحفي ولكن مني مغربي، كنحمق على التمغربيت وكنفتخر بالتمغربيت والخزي والعار اللي هان الهوية المغربية. ذلك المثل في الإساءة للهوية المغربية، ومن تورط فيها ما استصغوش أن صحفي يقولهم لا، تكون أنت تفهم أكثر منا، كنفهمش أكثر منك، ولكن من المشاعر الوطنية ربما تكون أكثر من المشاعر الوطنية ديالك. كاع هادشي اللي كتشوفوا وقع اليوم، راه شوف أي واحد متتبع المهدي لاحظوا كيفاش بدات العملية معي، ما خرجش ما لاحظتوش هذه 8 أشهر منذ مين في المثلي 20 موقع ولا 30 موقع كثر ويؤدى وكيتصلوا. البارح جاتني معلومة اتصلت بعض الجهات في المجلس الصحفي، فين هما المواقع؟ ولكن يكفيني فخرا تم الاتصال، كيعيطوا لي ناس من بعض الوقت سي المهداوي، راه عيطوا الرئيس الحي، عيطوا المدير، اما تمشيو واش هذا المهداوي قسما بايات الرحمن ضغوطات. واتصلوا هذه يومين، تصور البارح انا غادي نسيق الطالبين، كيتصل بيا واحد الصديق لا داعي لديك الاسم، قال لي راه جمعيه في امريكا غادير بك دعوه، علاش؟ واحد النقاش، ومشاو عند واحد السيد اللي حط من لي فان ديالي عز عليا وكيعرف اش كنسمع، اختاروا عباره عرفتي انا، المهم باش دوك الاشخاص في وضعيه اعاقه. وتصوروا اخوتي المغاربه، ولي عيط لي مسكين ذاك الرئيس اللي بغاو يحرضوه، قال لي اخويا المهداوي كنعرفك، قلت له تعال لي ما كتعرفش، قال لي لا، قلت له عطيني شي واحد في المغرب هنايا اللي تبنى ملف ديال الاشخاص اللي بوضعيه اعاقه بحالي في المغرب، كنجيهم عندي جوج، قلت له قال لي هادي الاثنين الفاس، شكون اللي قاد طارق السباعي الله يرحمه؟ انا ديته، وديت خالد الجامعي الله يرحمه، وديت النقيب البقيوي الله يرحمه، كتعقلوا؟ وانا اللي قتل الحمل العادي الاثنين في وضعيه اعاقه، الى جانب اخو اخرون. واتصل بيا احد المسؤولين في المغرب، انا ذاك كان مسؤول، قال لي حميد عفاك هذاك السيد شقه، عيط انا الصفري وعطاها له، وجاتني مكالمه بالليل، ماشي مسؤول حزبي بلا ما، المهم بقى فيه، شاف ذاك الشيء قال وتعطات له الشقه. شكون اللي ذاك السيد اللي تضرب بالقرطاس السلا؟ شكون اللي كيشوف الفيديوهات ديالي اللي رجلو مشات له نص؟ شكون اللي يقدر يكتب عليه؟ لان واحد مسؤول عسكري كبير احدى الاجهزه، ولد خوه اللي ضربه، وما قادرش شي موقع مغربي يكتب عليه، الا الانسان متواضع. ماشي حنا متنطعين. وقلت لذاك السيد البارح وانا نفاجئو كاينه حاجه بيني وبين الله، بقى كيشوف، قلت له تعرف علاش كندير مع واحد جوج فريق الاعاقه؟ ولكن ما يمكنش ننزل كل شيء المستويات، قال لي وشوف، قال لي شتي فلانه وفلان اللي كيشهروا بك هما اللي اتصلوا هما اللي خدامين في هذا الشيء، ابا واقولها على مسؤوليتي، دخول المثل اساءه بريغه للمملكه المغربيه. وسجل يا تاريخ وعدموني ورميوني الكلاب وحركوا المواقع ديال اللي بغيتوا، انا متاكد ذلك كان. علاش؟ لان هذاك الشخص طريقه القذاره باش سب المملكه باش سب جلاله الملك، وهذا الملك محمد السادس والله اخوتي ما كانت بيض ديالنا كلنا، والله لا حيدوا لنا شي واحد، شي وقت يبغوا يخوصوه وديالنا منطيف عليه انا بطريقتي، لا ما يبقى يحمقني شي واحد، حمقوا ديونا للحبس، دفنونا تحت الارض جلاله الملك وحبوه، ماشي ديال التبيضيه. كنهضر بمنتهى المسؤوليه، واللي كيحترم جلاله الملك والله ما يدخل داك السيد، والله دخل حكم داك الشيء اللي خرج من فمه عليه، والله واخا يكون غيجيب لينا قسما بالله سبتو من ليبيا والصحراء المغربيه تحل المشكل، بالله انا برب الله لا دخل داك السيد. علاش؟ الا داك العبارات اللي خرجوا من فمه واخا يكون اللي كاين اصاحبي احترم جلاله الملك، عيب تدخلوا بديك الطريقه، عيب. وجايب من بعد ولا كيقول تراهنوا كيقول واحد المحامي ما بغاش نسمع سميتو ما وفلان وليداتو تفرق مغلباتو، انت غتعتقل نهار اثنين تعتقل، والوكيل العام يسب سبا. وعباد الله الصلاقط، سمحوا لي ما كنبغيش اخوتي، الصلاقط، وراه وصلنا لمستوى الدناءه، صلقوط تيسب الوكيل العام ديال جلاله الملك،
والوكيل العام كنديروا بشكون هذا اللي كيسمع يسب الوكيل العام شكون؟ انا صحفي ما عرفتش كيفاش داير وعكر ومع ذلك كنكذب عليكم كنخاف عادي بحال هكا انت الصالكوت ديال الاخر كيسب الوكيل العام فين بحال الكورت وداير الميكروفون ولا 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 والوكيل الملك داير له المتابعه في سوق الربعه ودي انت لواحد الوكيل الملك بلاصه اخرى شويه خلي وبنادم عنده عام الشيء كيداو الحبس راه ماشي كنهضر مع هاد الصلاقط والله ما كيهموني كنقول لكم من يوظفون الصلاقط تنقول معي بالله عليكم اتقوا الله في هذا الوطن اتقوا الله في هذا الوطن راه البنيان زوين والطرق زوينه والوحي وكل الانسان والقيم والاخلاق هاد البلاد كبرنا تاريخيا كنحشموا من الكبير كنحشموا من الفقيه كنبوسوا الاستاذ كاين الاسره كاين الجامع كاين عيد النبوي كنفيقوا الصباح العيد الاضحى كنسمعوا عرفه كنشدوا 50 فرنك كاين اللي كيشد 5 دراهم تقاليد اسر خصوصيات مغربيه كبرنا بها اما راه رزاونا مؤخرا فيما كان شي صالكوط عطيه الميكروفون كضرب الاجهزه التناسليه سبوا الاعراض سبوا الشرفه سبوا الامهات اللي ما كيحترمش امه واللي عنده مشكل مع امه اي مسؤول عنده مشكل هو اللي كيمشي لامهات المغاربه واللي ما كتحترموش مرته واللي علاقته مع مرته ماشي مزيانه هو اللي كيقيس الزوجات ديال المواطنين والله وكنتي انا كنقول لهاد المسؤولين اللي كيحركوا هاد الصلاجه والله هي المسؤول وكنتي كتحترم مرتك وكنتي تحترم امك هي ما تزعم على امهات المغربيات هو لا تزعم على زوجات وزوجاتنا وامهاتنا اشرف من امهات العالم وسمحوا لي ما نقولهاش عليكم انتم الميساج ديالي راه واضح الصلاقط اللي كيقيسوا الزوجات والصلاقط ما الحبس انا هما صحابهم دابا هاد وهبي ولا عند 10 اولاد انا راه والله ما كنتسوق هادشي انا شوف نهار قاسوا لي امي قاسوا لي شرف امي كنهضر على المسؤولين ما الصلاقط اللي كيهضوك عمو كبيري صوت الصلاقط والصلقوطات ما كنهضرش معاهم نهار قاسوا لي امي قاسوا لي زوجي انت الكلام عرفت راسي انا في زمن اوي هادو صعاب اللي ولاو كيحكموا دابا البلاد اوي وصلوا ناس خطر صافي خصهم غير البلاد تكون واش على حساب القيم واش على الله واش على الرسول لا يهم صافي وصلوا المستوى البلاد صافي سيفيني انا بغيت نقول لكم علاش درتكم انا المحاكمه الوهبي يدير معايا اللي بغيت تقصي لي اشرف ما عندي امي والخطا اللي درت صافي كتقلقني ولا وساحاكم اللي جبد لي امي والله انا وياك والزمن طويل يا السلقوط واي واحد مسؤول سلقوط جبد لي امي ومرتي وسجلوا عليا هادي هاد المسؤولين سلاقط مسؤولين سلاقط بعض اللي جبد لي امي وجبد لي شرف امي وجبد لي شرف امي يعرف امي اش كتسوى منين جايه وجبد لي شرف زوج هو مسؤول سلقوط لا هاد وهبي ولا هاد المتابع نقول لكم اخوتي واش كاين شي بقى والو في هاد البلاد ولا ما نبقاو نكذبوا على بعضياتنا كاين شي واحد حد معاهم رجلك ديالها كريت العصا على المؤسسات عاش الملك اللي من هب ودب المداوي كيشدوا الفيديو وعياشي وباع الماتش ماشي مشكل بقى انا عارف اش كندير حموشي لقيتو في الواجهه ما كاينش اللي حموشي راجل مزيان كيخرج عايل مرابط المداوي خدام مع الاجهزه كيخرج الاخر كيقول المداوي حموشي معاه ودافعين على المؤسسات كريت العصا كان ممكن 7000 عرض نهزو نادي كيما كيهربوا الفيران ولكن قلت لا لما نخليو هاد بلادنا الدور ليا نكونو ديروا لنا شرف امنا وشرف شرف زوجتنا الصلاقط 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 سولوا عليا في الحبس يا الصلاقط ما كنقولش هادشي بفخر كيفاش عشنا وسط الحبس القبر تحت الارض في عيد الاضحى انتم كتذبحوا وهاد الانسان جالس مع مدير المعقل ورئيس المعقل ماشي انا متنطع كالصلقوط صلقوطه يشوف فيها بوليس يديرها ويجي يتفرع على المهداوي عاد كنحشم جبدوا لنا زوجاتنا وهاد المسؤولين المغاربه عيب الله عليكم شوفوا التصلقيط وسط البلاد اش من صحافه واش من بطاقه اش من بطاقه واش من صحافه ملي وليت التصلقيط تخوينا الصلقوطات والصلاقط الصلقوطات والصلاقط على الصلاقط لا ما كنهضرش مع الصلاقط كنهضر مع اللي وظفهم جبدوا الامهات وجبدوا الزوجات وماشي انا تعراو الناس شد النيفو شد التمغه فين المغرب اكبر بلد فيه الزوايا في العالم هو المغرب بلاد اماره المؤمنين خصوصية عندنا بلاد إمارة المؤمنين بلاد اللي فيها الزوايا شكون فينا حنا كلنا كنحشمو وكنحتارمو حتى ولا بلادو كيخرج هكا كيهضر بالأجهزة التناسلية والفيديوهات وكلشي كيشوف السلطة وتتحاكم مهداوي زعما ساليتو المحاكمات في المغرب بلاد عامرة على فساد باش نحاكمو هو براسو هاد الوزير شحال عفو مو ما خرج من فمو هضرتك وكان احترام لهاد حنا ما كنسواوش المغاربة ما كنسواوش نقولها لكم بالعلالي باش تقول انت وزير قول سير لهولندا وقول بوه لاباس عليه وصيفط له كرات ولا نزتي نهار تستفز مشاعر الناس حطينا كتبه باش فرنسا قراه بوه قراتو هادي كافيه والله ما يتحاكم تجي تقول انت اي مغربي لا جينا نديرو لا دعين 28 واحد شكون اللي كيسيء الوطن عمري خرجت هاد الهضره نقول انا اي واحد درنا لا دعين 28 واحد حنا عماتنا عاهرات هذا وزير وعندو الشجاعه يجي يدعي بنادم ما كيحشمش اسمحوا لي انا شوف انا نقول لهاد الصلاقط حيت كنت نعاود نرجع لهاد الصلاقط
والله شوف انا مستعد لاي حاجه، راه ما كاينش شي حاجه غلا عندي بالكون من شرف امي وشرف با وخوتي ومرتي. نقول لكم والله وخوت تهضروا في امي وفي مرتي وبنتي اللي جايه، والله لا أقص والله لا اثرتوا فيا بالمعنى بالمعنى، ولكن خصني نوصلكم رسائلكم انكم انتم صلاقه، هذه خصها توصل، لان الصلاقه توصل معايا لمرتي. وانا راه شوفوا راه نقدر نقول شي كلام شي لحظه وما تدفعونيش ليه، غنخرج شي كلام مع مرتي واحد سمعوا اسمح لي يا مرتي. لا انا عندي المراه شوفها شوفها الاخوان اللي ما يدافعش على شرف امه ولا شرف مرته، راه ماشي مغربي. انا نقول لكم حنا المغاربه حرام اتوازن ساعه ماشي من دابا عامين التسجيل ديالها 28 اكتوبر مع 12 صافي هادشي اللي كاين. تسجل عدد كبير من تسجل عدد كبير من المحامون دابا اش توصل تتصل بالصحافه باش تعيط لي واحد تيتصل بالصحافه باش تمشي الوقفه هذا سلوك هذا. لا لعب لا ولا نقول الفكره لا 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 خاص فكره توصل بمعنى اخر. لا 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 واحد الفكره الاخوان لا 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 واحد الفكره الاخوان لا لا دي رساله خاصها تفهم وتوصل لواحد الناس. اياك وشي واحد يتوهم ان القوه هي ما تبقى الصحافه وهذا الجو عندكم تعتقدوا هذا معلوان ديال الضعف. المملكه المغربيه كبر من هذا المستوى وقفت امام العواصف، راه الناس كيضعفوها مؤخرا الدوله المغربيه، الناس كيسحب لهم لا لا تحكمنا في كل شيء وراه ضعف، راه خلعني انا المغرب ما فيه والو، وراه خصني معارضه وخصني حزب وخصني صحافه. هذا هو المغرب، المغرب راه ما يصلحلوش الوضع ديال شي دوله اخرى، راه غادي ببلاد الهلاك. الو التليفونات ساهله، عطي الاشاره وشد الشكاره ومنع هذا ومنع هذا، ولكن راه كتضروا الدوله. شكرا بارك الله فيك، شكرا لكم الاخوان.